رشيد الوردي غير رئيس الهيئه المغربيه للمقاولات. طبعا كما تبعتوا اليوم الجمعيه التاسيسيه ديال الهيئه بجهه رباط سهل القنيطره، وهي مناسبه باش للتواصل مع المقاولات بين الجهه ولتاسيس هذا الفرع. طبعا استراتيجيه الهيئه انها تهيكل على المستوى الوطني بتاسيس فروع جهويه. طبعا هذا الفروع يكون الدور ديالها هو التتبع والتنزيل ديال البرامج ديال الهيئات ما يخص التكوين والتاطير والمواكبه ديال المقاولات. والشق الثاني هو الترافع والدفاع عن المقاولات الصغيره جدا والصغيره والمتوسطه. الهدف العام ديال الهيئه كما تم انتخاب السيد رشيد هو الرئيس المكتب الجهوي، والسيده سهام ابو عبد الله هي النائبه الرئيس. وطبعا التشكيله ديال المكتب اللي طبعا يضم مقاولات ومقاولين في شتى انحاء الجهه، والجهه ضربات طبعا هي جهه مركزيه، جهه طبعا معروفه اقتصاديا بمجموعه ديال المناطق الصناعيه، يعني تكون هي واحد اضافه نوعيه ان شاء الله ديال المقاولات للتعاون معهم والدفاع على المصالح ديالهم. فشكرا على التغطيه وفرصه قادمه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد العمراني جقاو، شركه موريسكوس ليميتد. حضوري اليوم في الجمع العام للهيئه المغربيه للمقاولات من اجل انتخاب المكتب الجهوي. الحمد لله تم انتخابي رئيس لهذه الهيئه. كنشكر الحضور على الثقه اللي وضعوها فينا. نتمنوا من الله المستقبل يكون زاهر. الهيئه المغربيه للمقاولات هي اتت كتهتم بالشان المقاولاتي وبالمقاولات الناشئه، وان شاء الله نتمنوا ان يكون العمل ديالنا في هذا الاتجاه، لان مجموعه ديال الاكراهات تعانيها المقاوله في المغرب. وحنا في جهه رباط سهل القنيطره غنحاولوا نشتغلوا على مجموعه ديال الشراكات ومجموعه ديال العلاقات اللي غتساعد المقاول الشاب والمقاوله الصغيره جدا والمتوسطه انها تولج لمجموعه الخدمات اللي كتلقى فيها صعوبه. سوق الشغل سوق صعيب شويه وتيخصو واحد المسانده، والهيئه موجوده ان شاء الله باش تكون جنبا الى جنب مع المقاول لتحقيق جميع الاهداف المرجوه، وبذلك تنميه الاقتصاد المغربي. لان كما كنعرفوا الاقتصاد المغربي مبني في 90% على المقاولات المتوسطه والصغيره. لذلك الهم الشاغل ديالنا في الهيئه هو هذا المقاول بتكويناته بتتبع ديالو بتتبع الناشئ المقاولات الناشئه باش ما يكونش المصير ديالها هو الاندثار من بعد فتره قصيره. كنشكر الجمع العام على هذه الثقه اللي وضعوها فينا، ونتمنوا من الله المستقبل الزاهر ان شاء الله للمقاوله المغربيه والاقتصاد المغربي والمغرب ككل. اولا محمد مامو عبد ربي مقاول مغربي ومدينه الرباط، اول نوبه كنحضر معاهم في هاد الاجتماعات ديال الهيئه. حقيقه اكتشفت بان الهيئه غادي تقوم بواحد عده ادوار مهمه، مجمتها الدفاع من طبيعه الحال على حقوق ديال المقاوله المغربيه، والقيام بعده انشطه مجمتها التكوين يعني لاكومبانيومون الى غير ذلك، ثم عقد بعض اللقاءات المباشره مع خصوصا بعض الادارات المغربيه، مجمتها الضرائب، مجمتها لا سي ان اس اس، مجمتها وزاره التشغيل الى غير ذلك، اللي المقاوله المغربيه في حاجه باش تعرف شنو هما الاهداف المتوخات من بعض الاستراتيجيات اللي كتنزلها يعني لجميع الوزارات المغربيه. اظن شخصيا انه المقاوله المغربيه في جهه رباط سهل عندها واحد من ناحيه العدد ولا من ناحيه الكيف كذلك، يعني كاين الوجود والوجود ديال عده مقاولات كيظهر لي في عده قطاعات استراتيجيه. بطبيعه الحال الان كنشاهدوا على الصعيد الوطني انه كان واحد التمركز في مدينه الدار البيضاء، الان كاين يعني وجود ديال المقاولات لا في رباط ولا في قنيطره ولا في طنجه كذلك،
ولا في جميع دابا المدن المغربيه اللي كتعرف واحد النهضه يعني جد مهمه. يعني كنلقاو مقاولات الحمد لله وفي عده قطاعات يعني في جميع الجهات المغربيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.